الدرس الحادي عشر: العادات. يسمح لك التأمل الكامل باستبدال ردود الفعل اللاواعية بردود الفعل الواعية، خاصة فيما يتعلق بالعادات، وهو أمر مفيد بشكل خاص. العادات هي حلقة مفرغة، لأن الدافع الذي تقوم عليه العادة يكرر نفسه باستمرار. عندما تظهر الرغبة يكافح معظم الناس لفترة وجيزة ثم يستسلموا. العادة قد انتصرت وستفوز مرة أخرى في المرة التالية التي تكتمل فيها الحلقة، ما لم يتمكن الشخص من كسر هذه الحلقة المفرغة. ينطبق هذا النمط نفسه بغض النظر عن العادة. يبدو الإفراط في تناول الطعام والقلق مختلفين تماماً على السطح، لكن هاتين العادتين عبارة عن حلقات مفرغة لها جذورها في اللاواعي، أي لا يوجد سبب واضح على مستوى التفكير، وأن محاولة إصلاح الأشياء على المستوى العقلي لا تحل الأساسية. كلما زاد وعيك كان من السهل معالجة العنصر الأساسي. يحافظ على العادة أي التكرار لدراسة هذه المشكلة. دعونا الآن نرى كيف يقع العقل في أنماط متكررة، لأن هذا هو جوهر المشكلة. ينجز الوعي كل شيء بصمت، بينما يكون العقل صاخبا جدا، ونادرا ما ترتبط هذه الضوضاء بالأفكار المفيدة والعقلانية. عندما تتكرر الأغنية في رأسك فإنه لا يوجد سببا لكونه سيظل موجودا لفترة طويلة بعد أن توقفت عن الإعجاب به. إن علم النفس المرضي للحياة اليومية مليء بأمثلة أخرى أقل دنيوية. يشعر الأشخاص القلقون بالقلق باستمرار، وهم غير قادرين على الهروب من دائرة المخاوف المفرغة التي مع ذلك فإن فرص تحقيقها ضئيلة للغاية. في أقصى الحالات الوسواس القهري الذي يتم علاجه طبياً هم على المصابين بأفكار طقوسية مستمرة، مثل حساب الشقوق على الرصيف أو إضافة الأرقام التي تظهر على اللوحات. تشترك كل هذه الأمراض في التكرار. بعد إزالة الملصقات الطبية يبدو أن الجميع يخضع للأفكار والذكريات والمحفزات التي تأتي من وقت لآخر. الأفكار التي عفى عليها الزمن والتي تعيدنا دائما إلى الشعور بالذنب والعار والإذلال والهزيمة والحجج التي أخطأت بالنسبة لنا والمظالم التي تعكس التهيج تدور في العقل مثل الفأر في دولابه. ومع ذلك لا أحد يعرف لماذا يستمر العقل في العودة إلى نفس الأفكار ذات النتائج العكسية والتي هي غير ضرورية وغير مرحب بها. إنهم موجودون هناك فقط لإزعاجنا وتعذيبنا، شيء نفضل نسيانه، يرفض المغادرة. تقع العادة السيئة في نفس الإطار. من بين الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم بالوسواس القهري، القليل منهم يطلبون المساعدة المهنية للتعامل مع أفكارهم المتكررة. في الوقت نفسه نشعر بالعجز حيالهم. لنأخذ بعض الأمثلة من الحياة اليومية. لقد أقسمت على التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، ولكن أثناء مشاهدة التلفزيون على الأريكة فإن الرغبة في النهوض وتناول وجبة خفيفة تعود إليك. أنت غاضب وغاضب جدا بسبب موقف بسيط، مثل مرور شخص ما أمامك أثناء انتظارك في الطابور في مكتب البريد. أنت تعلم أنه يجب أن تكون كبيرا بما يكفي لتنسى هذا الحادث، لكنك تفكر في ذلك. تشتري شيئا يوميا أو قطعة ملابس، وعندما تعود إلى المنزل تجد نفس الشيء على الإنترنت بنصف السعر. الفرق ليس كبيرا، لكنك تلوم نفسك لأنك لم تكن أكثر شمولا في بحثك. أنت في إجازة ولا يمكنك الانتظار للذهاب إلى مطعم مشهور تريد أن تأكل فيه لفترة طويلة، ولكن عند وصولك يتم إخبارك أنك لم تحجز وأن المطعم ممتلئ للأسف. عندما تعود من العطلة تواصل التفكير في خيبة الأمل هذه،
وتفكر في العودة إلى الوجبة الرائعة التي لن تعدها أبداً. على الرغم من عدم جدوى التكرار، فإن العقل لا يتخلى عن هذا السلوك. إذا استطعت أن تتعلم التخلص من الأفكار المتكررة والإلحاحات والعادات العقلية، فسوف يتوقف عن تعذيبك. سيكون لديك سيطرة أكبر على نفسك، وسيكون عقلك في سلام. من المهم التعمق في الفهم هذا. هذه الأفكار والدوافع المتكررة في شظايا من الأنا وكونها أنا لزجة، هذه الشظايا هي أيضاً كون شخصية الأنا مبنية بالكامل على التجارب السابقة، فمن الطبيعي ألا تساعد في إعادة إحيائها لسبب أو لآخر. ليس من الضروري معرفة هذا السبب. أنت أكبر من غرورك. عندما يصر على الدفاع عن وجهة نظره، فأنت حر في أن تعرض عليه منظوراً أكثر وعي. يمكنك القيام بذلك بسهولة مثل هذا. إذا كنت منزعجاً من شيء غير ذي صلة يدور في رأسك، توقف مؤقتاً وعد التنازل من 3 إلى 100. في 3 يساعد هذا التمرين البسيط العقل على التركيز ويعيده إلى اللحظة الحالية. وعد التنازل من 100 إلى 3. إذا كانت الفكرة سلبية وتذكرك بشيء لا تريد الانتباه إليه، فقل له: لست بحاجة إليك الآن. إنه نوع من التفاوض مع جزء من الأنا. أنت لا تقاتل ولا تستسلم، لا تصر، ولكن في حالة عودة الفكر كرر بلطف: لست بحاجة إليك حاليا. إذا كان التفكير المتكرر أكثر إلحاحا مثل الرغبة في تناول وجبة خفيفة، فركز على نفسك وخذ بعض الأنفاس العميقة واجلس للتأمل. إذا كانت هذه الأفكار المتكررة تدور حول قلق، خذ قطعة من الورق والقلم واكتب ما تشعر به. استمر في الكتابة ودع المشاعر تدور. طالما شاءت قد تشعر وكأنك تخربش، لكن القلق غير منطقي. بالسماح لها بالقيام بالحديث حتى لو كانت طفولية أو قلقة، فإنك تهدئ الطاقة العاطفية التي تغذي القلق. عندما تشعر أن عقلك مرتفع للغاية، توقف عن تغذية الأفكار. على سبيل المثال، غالباً ما ترتبط الضوضاء العقلية العشوائية بالأرق. يستمر العقل في الدوران على الرغم من أنه ليس لديك سبب لمواصلة التفكير. في هذه الحالة يعتبر التنفس المبهم علاجاً مفيداً. هناك طريقة أخرى للخروج من الوضع العقلي، وهي أن تتخيل بقعة ملونة. أمسك انتباهك إلى هذا اللون، وإذا كانت أفكارك تشتت انتباهك فارجع إلى ممارستك بهدوء. لا تتطلب أي من هذه التقنيات قدرا كبيرا من الجهد. في الحياة اليومية تختفي الأفكار المتكررة في النهاية. إذا كنت تعرف بالفعل كيف تمركز نفسك، فأنت تعرف الفرق بين الوعي واللاوعي. العادات والأفكار المتكررة تختفي عندما تكون على علم بذلك. ومع ذلك، لا يزال من الجيد معرفة أن الأفكار والذكريات والدوافع والعادات غير السارة هي أجزاء من الأنا. نحن عالقون فيها على وجه التحديد، لأن أنا لزجة. كن صبورا، لقد عشت مع أنا لفترة طويلة، وكل يوم على نطاق صغير أو كبير تتبنى وجهة نظرها. يتطلب الانتقال إلى وجهة نظر أخرى، العودة إلى الوضع التأملي كثيرا. النية والمقاومة. فقدت ما يقرب من 10 كيلوغرام وأنا أكتب هذه السطور. مرت 3 سنوات وما زالت هذه المرأة غير قادرة نفسيا على العودة خلف عجلة القيادة، حتى لو كانت فقط تأخذ شارعا شبه مهجور في السكن لتلتقط بريدها. فإن العقل الذي تعلم القيادة، وهي المهارة التي يعتبرها بعض علماء النفس هي الأكثر تعقيدا والتي يتقنها معظم الناس يوميا، يشعر الآن بالشلل. قد ترغب في العودة، شيء ما يعيق رغبتها. هناك طرق لا حصر لها لتحقيق نتيجة غير مرغوب فيها،
ولكن إليك ملخص عام. أي موقف يتم فيه حظرك سواء من خلال عقلك أو بواسطة قوى خارجية يناسب هذا النمط. تريد أن تفعل شيئاً، أي لديك نية لكنك تواجه مقاومة. الآن خذ استراحة قصيرة من القراءة وفكر في شيء تجد أنه من الصعب جداً تغييره في حياتك. سيكون الوزن وصورة الجسم في آخر يكون نقص المحبة، في شيء آخر سيكون إحساساً بالإحباط في العلاقة. بمجرد العثور على مثال للحظر، هناك فرصة جيدة جداً أن تتوافق النقاط التالية معه. لقد عرفت هذه المشكلة لبعض الوقت، أو كثيراً ما تفكر في ذلك. لم تحرز أي تقدم أو أنه كان مؤقتاً. لم يقدم لك أحد نصيحة مفيدة حقاً. في أسوأ الأوقات تشعر بالعجز أو اليأس منه. أنت واصل اللجوء إلى نفس الحلول غير الفعالة التي لديك. لم يمشي قط في نهاية اليوم، يمكنك فقط تحمل الخطأ. هذا ملخص لكيفية سيطرة المقاومة. نواجه جميعا قيودا أوجدتها المقاومات. أنا جزء من هذه العملية، حيث تتأثر أنا بخيبات الأمل وخيبات الأمل الماضية. تتوقف مشكلة الحجب برمتها على حقيقة واحدة. التجارب تأتي وتذهب، لكن البعض يترك انطباعا دائما، يتراوح من السطحي جدا إلى العميق جدا. يمكن أن يكون الانطباع الأول الذي يمتلكه المرء عن الآخر مصدرا للعداوة الدائمة أو الحب الأبدي، ولكنه عادة ما يترك بصمة أقل تطرفا. لقد تركت نشأتك انطباعا دائما عليك. حتى لو لم تكن لديك فكرة عما كان يحدث في ذلك الوقت، تخلق الآثار العميقة انسدادا، بينما تختفي الآثار السطحية بسرعة كبيرة. لذا فإن الفيلم الذي يجعلك تبكي قد يبقى في رأسك لبضع ساعات أو أكثر، لكن القليل من الأفلام تبقى في ذهنك لفترة أطول. من المستحيل تحديد الانطباعات الجيدة والسيئة التي تتركها تجارب الطفل على شخصيته، لكن ليس هناك شك في أننا نتميز بالتجربة طفولتنا. في نفس الوقت نحن نعوض الصعوبات ونتقدم إلى الأمام. ومع ذلك وعلى الرغم من رد الفعل هذا، فإن الحلول المتاحة لنا حاليا لكسر الجمود غير فعالة بشكل عام. إن الوصول إلى المعلومات له تأثير ضئيل، كما يتضح من حقيقة أن ما يقرب من ربع البالغين الأمريكيين يستمرون في التدخين بعد أكثر من 50 عاما من اكتشاف أخيرا وجود صلة بين التدخين وسرطان الرئة. وبالمثل فإن وضع العلامات الغذائية على الأطعمة المعبأة لم يكن له أي تأثير تقريبا على وباء السمنة في الولايات المتحدة، ناهيك عن حقيقة أن العلاج النفسي التقليدي له تأثير ضئيل على أشكال النكد الأكثر شيوعا. يشهد سوق مضادات الاكتئاب والمهدئات الذي يزن عدة مليارات من الدولارات للأسف على هذا الفشل، وهذه الأدوية تحسن فقط في نسبة معينة من المرضى. لم تجد العلوم الطبية الأكثر تقدما حتى الآن علاجات حقيقية للاكتئاب والقلق. جوهر الأمر هو أنه كلما زادت المقاومة التي نواجهها، زاد احتمال حرماننا لأنفسنا بطرق محدودة من خلال تسليح أنا مكتئب أو أنا قلق. يدمج شخص هذه العبارات في الصورة التي يمتلكها عن نفسه إذا استمرت المشكلة لفترة كافية. أحيانا نلوم أنفسنا على حصولنا على نتائج مخيبة للآمال. في أحيان أخرى نلوم الظروف الخارجية، ولكن بغض النظر عما نتحدث عنه، يبدو أننا حتما نبدأ في خفض توقعاتنا عندما لا تتحقق أحلامنا.
أحد الأسباب الرئيسية للتعاسة هو بالتحديد حقيقة الحد من توقعات المرء، لأنه من وجهة نظر الوعي يجب أن تكون هذه غير محدودة. مع خروجنا من المأزق تتحسن نظرتنا تدريجياً، ومع ذلك على أساس يومي يجب عليك أولاً إيجاد حل لمقاوماتك قبل أن تتحقق هذه المنظورات الأكبر.